كل هذه المظاهرات وهذه الحشود وهذا التحريض الإعلامي هو يضعف الانتقالي ويزيد من الوعي الحضرمي. اللي ما حصل من الانتقالي انه سوق نفسه وقدم نفسه باسم الحزب الواحد والصوت الواحد، هكذا يقدم اعلام الانتقالي نفسه ان المكونات الاخرى عليها لا تتحدث وعليها ان لا تهتم بالشان الحضرمي وانهم هم من يمثلون حضرموت. وهذا ما ذكره الاخ المتداخل معك عندما قال ان مجلس حضرموت الوطني هو وليد من أجل أن يذهب بحضرموت إلى جهة معينة. كل الموجودين في مجلس حضرموت الوطني ومجلس حضرموت الوطني ما حصل منه إلا الإشهار، لم يتم إعلان رئيس المجلس وإعلان الهيئات الأخرى في المجلس. ومجلس حضرموت الوطني هو الحامل للقضية الحضرمية وممثل أبناء حضرموت وتطلعاتهم، وأن أبناء حضرموت لهم الحق في تمثيل حضرموت أمنيا وسياسيا وإداريا وعسكريا. ما يزعج بعض المكونات أن أبناء حضرموت يديرون محافظتهم كما يجب؟ هذا أمور لا تليق، وهذا طروحات عفى عليها الزمن. نحن اليوم يجب أن يكون طرحنا حصيف ويجب أن نستمع للرأي والرأي الآخر. وما حصل في سيوون هو حصل بسبب الإصرار على إهانة المعالم التاريخية الذي يعتز ويفتخر بها كل أبناء حضرموت. نعم.